مزرعة العنب هذه التي تمتد إلى 20 دونما في قوش تبة عند أطراف أربيل تسقى بالتنقيط. تحت هذه العرائش تمتد شبكات الري لتوصل المياه اللازمة إلى كل أجزاء المزرعة. الجفاف وقلة الأمطار وانحسار مناسيب الأنهار تدريجيا دفع أغلب مزارعي أربيل إلى اعتماد هذه التقنية لري حقولهم توفيرا للمياه. قلة المطر وسدود ما عدنا، البحيرات ما عدنا مال المي، خزان المي، المي جوا القاع نازل تقريبا. احنا من الشهر الثالث لعد الشهر الخامس 30 متر نازل عدنا. هسه العمق بير مالي 330 متر، 150 متر منزله، يلا نطلع المي. اذا نصرفه هيك ما يبقى مي عدنا، ما يكفينا. لإنشاء شبكة الري بالتنقيط يحتاج الفلاح أولا إلى بئر تحفره شركة متخصصة ويكلف بحدود 20,000 دولار. ونتيجة الجفاف يضطر أحيانا إلى حفر ما يزيد على 300 متر لتأمين تدفق المياه من البئر إلى شبكات الأنابيب التي توزع المياه على كل الأشجار، وبطريقة توفر أحيانا 50% من المياه المستخدمة بالري التقليدي. احنا اللجنه اللي عندنا لجنه الكشف مال الجيولوجين يطلعون على الموقع مال الفلاح ويحددون موقع البئر للفلاح اذا كان به الخزانات المياه الجوفيه او به خزان مال المياه السطحيه. اي وراته نحول هل المعامله مال الفلاحين، نحول للمديريه العامه، المديريه العامه ينطي الاجازه حفر البئر للفلاح. تكلف شبكة أنابيب الري بالتنقيط وملحقاتها التي تغذي 5 دوانم 1,000 دولار تقريبا، وتستورد من تركيا وإيران كما تصنع في العراق أحيانا. ويطالب الفلاحون هنا بإعادة الدعم الحكومي للزراعة كما كان عليه الحال قبل عام 2014 حين توقف بسبب الأزمة المالية التي ضربت كردستان والعراق بشكل عام. مشرق المنصور، أربيل، يو تي في.